هنا في القطب الجنوبي وتحت طبقات هذا الجليد الكثيف وبعمق عدة كيلومترات تكمن بحيرة فوستوك، وهي واحدة من أغرب وأعجب البحيرات على كوكب الأرض. إنها البحيرة العذراء التي لم يصل إليها أحد منذ ما يزيد عن 20 مليون سنة. إنها واحدة من أكبر مستودعات المياه العذبة في العالم، وتحتفظ بالكثير من الأسرار عن تطور الحياة على الأرض. ويأمل العلماء أن تقدم الأدلة القاطعة على وجود حياة في كواكب أخرى. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. في العام 1996 تم لأول مرة اكتشاف بحيرة فوستوك، وذلك عن طريق الرصد بالأقمار الاصطناعية ومجسات الاستشعار عن بعد ورادارات المسح الاسترجاعي للضوء، التي نجحت في تصوير ما تحت طبقات الجليد الكثيفة في القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال فحص هذه الصور قدر العلماء عمق البحيرة بنحو 3769 مترا، وقدروا مساحتها بنحو 250 كيلومترا طولا ونحو 50 كيلومترا في أوسع مناطق عرضها. وبرغم أن جو المنطقة سجلت فيه أبرد درجات الحرارة على كوكب الأرض، إذ بلغت أكثر من 89 درجة مئوية تحت صفر، وكذا وجود غلاف جليدي سميك دائم فوق سطحها، وأيضا برغم تدني درجة حرارة مياه البحيرة إلى ما دون 3 درجات تحت صفر، إلا أن مياه هذه البحيرة تظل محتفظة بحالة السيولة، وهذا أمر عجيب وغريب. فسره العالمان الروسيان إيغور زاتيكوف وأندري كابيتسي بقولهما أن الطبقة الجليدية العليا تلعب دور الترمس الذي يحفظ الحرارة بالداخل، وأن حرارة باطن الأرض تعمل على تسخين الجليد، وهذا ما يشكل البحيرة تحت طبقة الجليد السميكة ويجعل مياهها سائلة بشكل دائم. لقد ظلت البحيرة على حالها عذراء لم يمسسها بشر، ومؤخرا أمكن ثقب الجليد والوصول إلى سطح مياهها وأخذ أولى العينات منها. وبحسب العلماء الذين شاركوا في بعثات استكشافية لمنطقة البحيرة، فإن الغوص في عمق مياهها الذي يصل إلى نحو 1000 متر والبحث في أركانها سوف يجيب لنا عن أسئلة كثيرة حول أسرار وخفايا الحياة على كوكب الأرض قبل العصر الجليدي. حيث يرى غيرمان ليتشيكينوف الباحث المتخصص في موارد القارة القطبية الجنوبية بالمعهد الروسي للأبحاث العلمية أن ما تحتويه البحيرة من أسرار يمكن أن يقلب العديد من الفرضيات والنظريات العلمية رأسا على عقب، خاصة فيما يتعلق بتغيرات المناخ وحالات الانقراض وتطور الحياة، كما يجيب لنا عن السؤال الكبير حول إمكانية وجود حياة على كواكب أخرى. وكان العالم جون بيرسكو من جامعة بوزمان قد صرح مؤخرا: لقد اكتشفنا أن بحيرة فوستوك تحتوي على كمية هائلة من الأكسجين تساوي 10 أضعاف ما هو موجود في البحيرات الأخرى، وهذا دليل على أن البحيرة ليس بها شكلا واحدا من الحياة، وإنما تعج بأشكال متباينة من الحياة البدائية، وأن قاع البحيرة يمكن أن يحتوي على عضويات غير هوائية. وكان طاقم إحدى التلفازات الأمريكية المرافق لفريق إنقاذ بحري مكلف بمهمة في القارة القطبية الجنوبية قد تمكن من تصوير فيديو لنتوءات جليدية غامضة من الناحية الغربية لبحيرة فوستوك. وتم فحص الفيديو من قبل فريق بحثي بمؤسسة العلوم الوطنية في واشنطن، وخرج الفريق بتقرير مفاده أن ثمة احتمالية كبيرة على أن المنطقة التي تم تصويرها يوجد بها حفريات أثرية ضخمة ممتدة إلى 10 الكيلومترات تحت طبقات الجليد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن كثير من الأسئلة سوف تثار حول علاقة بحيرة فوستوك بهذه الحفريات، وهل كان ثمة حضارة تقوم على ضفاف هذه البحيرة في العصور القديمة؟ أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة.